بعد انخفاض اسعار بعض المواد الغذائيه ووفرت بعض المواد الغذائيه، اسكو تشوف باللي الجزائري اخذ جرعه نفس؟ ما تنفس ما والو، ما تنفسنا ما راح تنفسوا حد. والله غير يا الاخت، ما الجزائري مسكين ما واش من جرعه تاع نفس هذه اخت، مادام السميك مازال 1800، كاين لي زاجون يخلصوا 1800، هذو اللي راهم خدامين، خلي النص الشعب الناس كاع مريحه، هذو القهاوي كاع قاعدين. واش متوفره؟ مازال بطاطا يدير 7000، 7000 ما 7000 ما بطاطا في بلاد كيما هذه بلاد الخير ما تفوتش 4000. زعما هبطوا شويه العجاج شويه، باقي مقارون 6000، باقي مقارون 6000 وغالي، لا غير غالي بالنسبه للزوالي مسكين. مادام بدا انخفاض اسعار بعض المواد الغذائيه ووفرت بعض المواد الغذائيه، اسكو تشوفي باللي الجزائري اخذ جرعه نفس؟ طبعا انا امس شريت قاروره زيت ب 140 دينار جزائري، يعني انا سالت صاحب البقاله 3 مرات اذا هو متاكد انه سعرها 140 دينار جزائري 14000، واكد لي ومتوفر بشكل غير طبيعي، والمواد الغذائيه متوفره، والخضار في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها. تفاجأت أنه يوم الجمعة تمنيت لو كان عندي شاحنة نحمل المكان كله، لأنه كان تقريبا كل شيء بخمسين دينار جزائري، بخمسة آلاف يعني. فلا الحمد لله، هو مش انخفاض يعني، هو سقوط حر. ماشي حاجة، ماشي حاجة، ما زال شوية، ما زال البطاطا ما زال ب7000، 7500، 5000 انسان يقدر يحصل، 7500، 8000، حتى 15000. شوفي، انخفاض الاسعار ووفرت مواد غذائيه. انا ما نكذبش عليك، ما نقدرش نهضر بدون حصيله، لازم تكون عندي ستاتيستيك. البعض يقول هكا يعني الجزائر العميقه، انا شخصيا مازالها تعاني، فوضى مازالها فوضى، ما راهيش مثلا نحاولوا ندوا الحقائق من الاعلام. انا شخصيا بالنسبه لي الاعلام بين قوسين، كل واحد يتحدث بما يريده. الحقيقه راهي في الاسواق، راهي في الاسواق الشعبيه، في الاسواق الفوضويه، الاسعار مازالها مرتفعه. كل واحد هو وزير تجاره في حد ذاته، يرفع الاسعار كما يشاء ويخفضها كما يشاء. والله فعلا انا كناشط جمعوي معناها خدمت في رمضان الجانب الاجتماعي، واعلم النسيج الوطني جبهه الاجتماعي كانت صعبه في رمضان. صحيح الاسعار هبطت وانا جد سعيد بهذا الامر، معناها كما الخضر بعض المواد، ولكن هناك البقوليات وبعض الاشياء لابد ان شاء الله تزيد تنقص. هي كاينه جرعه والوطني والمواطن، لاننا احنا كلنا مسؤولين وعمال وعمل خيري، لابد ان نخدم في قضيه الوطن والمواطن وصالح الوطن. المواطن يدور ينخفض يعني القدره الشرائيه، لان راك تعرفوا الراتب تاعو لابد يتماشى مع القدره الشرائيه. فهذه الجرعه مليحه، وان شاء الله انا امنيتي تتواصل وتمتد لجميع المواد، حتى المواد الالكترونيه وخاصه المواد الضروريه، المواد الضروريه للمواطن البسيط تنفعوا مليح ان شاء الله. نقول لك حاجه، تعرفي المعنى نطلق لك معنى باش تشوفيها. حنايا دائما الانسان كي نلقاوها في الضيق، فهمتي؟ دوك هما داروا حسابهم. حنا انا كيما تواسين ما ترحمنيش في رمضان وما ترحمنيش في العيد، واش من الاسعار دوكا اللي تخليهم لي كيما نقولوا تهبط لي الاسعار. انت كي تهبط لي الاسعار انا نسحقهم في وقت كيما اللي تسع، ماشي في وقت الضيق، فهمتي؟ حنا دائما حنا في وقت الضيق، في وقت الضيق نضيقوها على العبد، ومن بعد في اللي تسع يقول لك خلاص صاي راي. لا لا بون، او ديبي الحاجه الاولى مليحه كي هبطونا في اسعار لي برودوي اليمونتير، مي ا مون افي مون بوان دو في نورمالمون لا بيريود اللي حطوا فيها الاسعار الغذائيه كيما رمضان العيادي تو يزيدوا لهم، وفي الايامات العاديين كي يكون المواطن بحبوحه ماليه نوعا ما ينقصوا لهم. يعني انا نقول الانسب وقت باش توفروا المواد الغذائيه وانسب وقت باش تنقصوا لهم هو في المناسبات والاعياد، خصوصا شهر رمضان اللي يعتبر شهر الرحمه والمغفره. خويا، بعد انخفاض اسعار بعض المواد الغذائيه ووفرت بعض المواد اللي كانت ناقصه، اسكو تشوف باللي الجزائر اخذ جرعه نفس؟
بالنسبه لانخفاض اسعار بعض المواد الغذائيه مش منخفضه، اي ما زالت مرتفعه لحد الان. هذا ما يسبب الى ازمه اختناق كبار، باسكو الزوالي ما يقدرش يعيش، المدخول تاعو ضعيف، ما يقدر ما مين كان يديروا له كلش باطل ما يقدرش يعيش. باش كيما نقول لك لوي ما كاش الشهريه اللي يدوها ما كاش، وشنو دخل 3 ملايين واش دير بها؟ توكل ولادك ولا تشري لهم حوايج؟ انا اللي نشوف نخدم في حانوت جاو لينا في العيد باسكات دير 600,000، واش عنده 4 دراري لم واش يشري لهم؟ يشري لهم باسكات لا سروال ولا تريكو؟ ما كاينش الماده اللي هبطت لتحت، كل شيء في غلاء وفي غلاء مستمر ومرتفع. مالك اللي تو هبطوا؟ او جاي العيد الكبير ماشي محال يعاودوا يطلعوا الخضر. بطاطا يا عجب تربي كنا نشروها ب 2500 ولا 14000 في رمضان. يعني البطاطا كنا نشروها ب 14000 لقيتها ب 7000 وب 8000، يعني سقوط حر بصراحه مش انخفاض، انخفاض مهول جدا. الحمد لله طبعا اخذنا نفسنا بشكل غير طبيعي. نديروا انكور بزاف صوالح باش نعاونوا القدره الشرائيه تاع الشعب. لازم تما يكون هناك ان سويفي les aliments لازم يكون هناك دي بري كي سون فيكس. باغ اكزومبل كي تروح بجايه تروح تيزي وزو تجي لالجي اون فيت باغ اكزومبل البري تاع البنان تلقاه سي لو ميم، دونك هادي لازم اسمو اسرا جينيراليزي في البلاد. جيسبر كو سافا تلوكا ان شاء الله. ينقصوا في كلش ماشي غير في عفايس باينين، دوك الماكله بماكله في اوروبا ياكلوا باطل، بلا تما بلا مزيدهم حينقصوا في هاد العفايس. لازم كيما يقولوا يسولوا وضعيه كامل كاع كاع النواحي باش زوالي يقدر يعيش، باش هكذا والله ما يقدر يعيش. تسمى المعيشة اللي راهم عايشينها الناس بغينا احنا نعيشوها، هذا ما كان يزيدوا لنا في لاجورني يعطيوا لنا خدمة نعيشوا، هذه اللي نحوسوا. الأهمية هي الخدمة والسكنة وزيادة الأجور، هذه هي ينقص ولا يقعد ما يديروها باطل يبقاو بهذه الشهرية ما راحش نعيشوا. قد ما يكون التوفير أكثر قد ما تكون السلعة بكثرة بقدر ما نراو الغلاء، بقدر ازدياد السلع بقدر ارتفاع الاسعار من جميع المواد الغذائيه، من خبز الى زيت ومن زيت الى الحليب ان لم يكن مفقودا كذلك. صعيبه عليه بزاف على حسب المدخول تاعو باش يشري هذو المواد الغذائيه كلش. صح طلعوا البري طلعوا السقف ماكسيموم ماشي معناتها حبطوه زعما طلعوا للسقف باش يزيد حبطوه شويه، هذا ما كان باش يقولوا باللي رانا نقصنا يا ولا غير مازال البري هو هو. كان القليل ما يلحقش يشري مسكين، كان اللي ما عندوش نهضروا لا فيريتي كيما البطاطا البصل الطوماطيش الصوالح هادو اللي باينين. ودوك من رمضان راني نشوف فيها هناك شغل الاسعار هابطت، كيما البطاطا يدير 7000 6000 هاي كاينه ندره كاين. احنا لا عندنا العكس، في الايام العاديه كيكون المواطن في اللي تاع بالعاميه تاعنا ينقصوا المواد الغذائيه في السعر ديالها ونوفروا كامل انواع كامل الانواع تاع المواد الغذائيه. وفي الايام اللي لازم ينقصوا لكل المواطن في امس الحاجه لهذه المواد الغذائيه يزيدوا لها السعر ولا ما تتوفرش.